السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي القناة، مرحبا بكم في هذا الفيديو العاجل اللي غادي نكذبوا فيه مجددا مرتزقات البوليساريو والإعلام الجزائري الذي يواصل في فبركة الأمور وفبركة الأخبار الزائفة وفبركة قصف وهمي ومعارك وهمية لا وجود لها على أرض الواقع. فبعد أن سقطوا في فضيحة سرقة فيديوهات من اليمن وتمت إذاعتها في إعلام رسمي جزائري وهي فضيحة مدوية للإعلام الجزائري، ها هم اليوم يقومون بنشر أخبار زائفة عن قصف وهمي لمعبر القرقرات. طبعا يعني تداولوا تسجيلات وأوديوهات على الواتساب وما إلى ذلك، طبعا هذه الأمور مفبركة ولا وجود لها على أرض الواقع. اتصلت بمصادر خاصة في معبر القرقرات، الجو هادئ جدا ولا يوجد لا قصف ولا هم يحزنون، مجرد أخبار زائفة وأخبار مفبركة. وطبعا قبل أن أختم كلمتي سوف أضعكم مع هذا الفيديو الذي سجل قبل دقائق من الآن من معبر القرقرات، مباشرة من معبر القرقرات، والذي يوضح بأن الجو هادئ ولا وجود لا لمعارك ولا لقصف ولا هم يحزنون، مجرد أخبار أخبار مفبركة وزائفة من ميليشيات البوليساريو والإعلام الجزائري كما العادة وكما تعودنا دائما من هؤلاء المرتزقة وهؤلاء يعني الحالمين بتحقيق شيء في قضية الصحراء المغربية. إذن أدعوكم مع الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم خوتي المغاربة، السلام عليكم، معكم خوكم ريكو. كنقول لكم حنا الحمد لله اليوم 23 السبت يناير، حنا موجودين في القرقرات، وكما كتسمعوا سمعت واحد الإشاعات ديال خوانة المغرب كيهضروا على القرقرات. انا كاين صداع، كاين شي حاجه، ما كاين والو، الحمد لله ما كتشوفونا، القهوة محلولين، الطومبلات هنا الضوء شاعلين،